فمن اسبوع تقريبا نزلت تحديث مخصوص، وكان التحديث الاخير اللي حامله هاي الفتره، لانه صراحه اللعبه الشغل عليها كتير متعب، خاصه على الجوال والكمبيوتر بنفس الوقت. بعدين مين حيحمل لعبه غبيه صح؟ يعني تعال نكون صريحين، مين حيحمل الغبيه اوكي شكلنا رح نشتغل كتير هالاسبوع. اول شيء احنا لازم نعدل اللي جدا معطوب باللعبه الاولى اللي هو الورد جنريشن. بتكون ماشي في امان الله، فجاه بتلاقي صحراء داخله في جزيره. اوكي ما بعترف بهذا الشيء انا. فاول شيء باشرت فيهم يا عدلو، اول شيء خطر على بالي لما اعمل ورد جنريشن لازم اضيف بويمز كتير واظبطه. فاللي عملته اني فتحت في الشوب وجبت تكسر الشجره والارض وكل شيء، وقعدت اغير الهيو تبعه انه يبين بشكل الوان مختلفه وهيك. فقعدت اظبطه واغير الهيو واغير الالوان، بعدين سحبته وحطيته بيونيتي وعملت شوي برمجات هيك على السريع، تخبيصات واشياء اخذت مني ساعات فقط لا اكثر يعني، وطلع معي هذا الشكل، شكله رهيب لكن بتعرفوا كانه الارض مسطحه شوي فرفعتها، فهلا صار ارتفاع الجبال اكثر من قبل، فهلا بيعطيك اشكال احلى وافضل. بعد هيك افكر حكيت انا ضفت بويمز بس ما لهم اي فائده، كانه شكل بس. فخطر هيك ببالي فكره على السريع، خليت الدايم يرسم بالمكان البرتقالي، خليت الدايموند يرسم بالمكان الازرق والبنفسجي، وباقي الموارد يرسم في كل مكان حرفيا. فهيك انا يعني بكون سويت شيء بيض اسطوري جدا. بعدين انا قاعد افكر هيك تذكرت كاكتوس جيم يا زلمه، من زمان ما حكينا كاكتوس جيم، فقررت اضيف لها ريفرنس باللعبه، وخليت على الرمال يرسم احيانا صبار، ويس الصبار بيعطيك بوم باودر ليتس جو. فهيك بكون زبطنا شكل العالم، صار كتير افضل من قبل، عارفين صار افضل ب 69 درجه مئويه. انا عن جد ما بعرف شو عم بحكي. اوكي المهم اني حاليا انا عم واجه صعوبه جدا كبيره اني الاقي هدف للعبه. عارفين انت عم تمشي في هذا العالم الملون اللي ما في من امه فائده، بس عم تمشي وتتجول وتكسر خشب وحجار. فبتعرف طبعا مثل اي انسان طبيعي رح روح دوري على حل للعبه، صح بدي اخلي لها في لها هدف. فلجأت لشخص بيعرف يعمل افكار اسطوريه، بيف وحش وسميه بونغا بونغا. ما بقدر اسميه بونغا بونغا، بتعرف يعني ما بقدر اسميه بونغا بونغا، سميه بونغا بونغا. يا بنت ال... يا صباحي يخرب بيتك عيال بوس. ويب هيك بكون ضفت بونغا بونغا. بس ثواني، شو بونغا بونغا وكيف انا ضفته اساسا؟ فعشان احكي لك كيف انا ضفته لبونغا بونغا وبوستات تانية غيره، اللي انا عملته حرفيا الخطوه الوحيده اللي عملتها، قعدت اعمل سكريبت بعدين فتحت بلندر وعملت موديل لبونغا بونغا، هو اساسا كان موجود على النت لكن عدلت عليه، ومو عدلت عليه اكثر ما اني خليته منيح، كان بيض انا خليته منيح. المهم انه صار هيك شكله بالاخير، شكله جدا اسطوري. بعدين ركبت عليه التكسترز وخليت عينه حمرا، وطبعا صار موجود اللعبه بتقدر تتحداه. هو ما فيك تتحداه في العالم الاول، في العالم الاول لازم تستنى يرسبن، بيبدا يرسبن بنسبه بسيطه جدا، بعد الليله الثانيه ممكن يرسبن، فانت بس تستنى وبتقتله لما يرسبن. بتعرف طبعا بما انه لعبتي جدا بروفيشنال اسطوريه لدرجه جدا كبيره، لازم اخلي نظام القتال فيها جدا سلس واسطوري وما هو صعب ابدا صح؟ يب، وهذا اللي انا عملته. حتكون مثل لندن سيتيزن عم تطعن فيه برجله وتعمل يو كي دريل ميوزك. المشكله الوحيده انه ما بنضرب برجله، فلا تحاول تضربه برجله، حتنتهي فيك المصير. ما بنحكي عن الموضوع. anyways بونغا بونغا هذا جدا اسطوري، فضفت له صوت بسيط لما يرسبن حيطلع لك هيك صوت يخرش امك يا زلمه، يخرش هاي كلمه اساسا. anyways المهم انه هاد بونغا بونغا. بتعرف طبعا بما انك قتلت بونغا بونغا لازم يعطيك ريورد، شيء هديه انك قتلته، فاللي بيعطيك اياه هو شيء مثل الدم لكن اسمه دارك ماتر. الدارك ماتر حتقدر تستخدمه بعدين عشان تروح العالم الثاني. طبعا عشان نقدر نضيف نهايه للعبه لازم نعمل عالم ثاني تروح تحارب فيه جيمس. فجبت كم حجره هيك وعملت بوابه على السريع، وعملت مونت البوابه وصار شكله بهذا الشكل يعني لما تفتح البوابه. ويا وليش ما فينك تروح العالم الثاني؟ لانه لسه ما ضفته يا بانك هيد. ثواني شو هاد؟ زوم اعمل كلير. اوه زر السبسكرايب، لا تنسى تعمل سبسكرايب. المهم انه عشان نعمل العالم الثاني بنحتاج اكثر من شغل. اول شيء بنحتاج هو البيل النويز اللي هو حنعمل فيه الجبل، فحامل بالضبط نفس اللي انا عملته بالعالم الاول، شكرا لبراكيس. بعدين بدي احط له لافا وسكاي بوكس، بعدين بيكون صار شكله اسطوري، بس يعني ناقص شويه شغلات ما هو كامل صحيح. ضفت له شجر ميت وحجار ميته واشياء هيك، لكن لسه شكله جدا فاضي، فيب كان لازم نضيف له جراس او عشب بالارض، وطبعا ما حينفع نحط له اي عشب، لازم يكون عشب ميت. ما فيني استخدم نظام الجبال تبع يونيتي لانه اولا على الجوال والتحميل كان يطول لما استخدم نظام الجبال تبع يونيتي على الجوال، فانا لازم اسرع التحميل شوي. فبالعالم الاول والعالم الثاني استخدمت مش رندرر عادي، ما حستخدم اليونيتي ترين لانه بياخذ وقت طويل في التحميل، فوقت تحميل اللعبه لما تدخل الجيم صار اسرع بخمس مرات. المهم انه هلا اضافه العشب شيء جدا جدا صعب، لانه انا ما عندي اي فكره كيف ممكن اضيف عشب. فهون قعدت بلحظه ديبرشن، بعدين اكتشفت شو هاد فيديو عن الشرح، ويت فيو بالديسكربشن السورس كود، ولحسن حظي شو هاد سكريبت هيدر، بعدين شو هاد بلايسر سكريبت، اعطيني اياه استعيره فقط حرجعه بعدين. اوكي فحملت هذا الشيدر وقعدت برمجه حرفيا لمده 6 ساعات، ماني عارف شو ممكن اشغله على اللعبه تبعي، لكن اخر شيء اكتشفت كيف ممكن اني اشغله بنفس الوقت انه يشتغل مع اللعبه. بعدين جربته وطلع شكله جدا اسطوري، عم يعطي العالم هيك مثل فايب انه عالم جحيم وهي الاشياء.
لا مو جحيم يعني، عم يعطي العالم مثل فايب انه مكان كتير حامي وساخن وهي الاشياء. وهذا الايتم اللي كان اسمه دارك ماتر اللي الوحش نزل لك اياه تقدر تستخدمه في البوابه وتشغلها بكل بساطه. فما انكم عم تحكوا لي اللعبه جدا صعبه وسهلها يا اونكس، انا رح خليها صعبه اكثر من هيك. شايفين الصعوبه؟ حخليها تتدبل مع الوقت مو بس تعلى بشكل بسيط. بتعرف شو؟ ما حتقتل بوس واحد، ما حتقتل بوسين، حتقتل ثلاث بوسات عشان تروح العالم الثاني. ثاني مره انت وراسك المربع لا تعلق لي تحكي لي اللعبه صعبه اوكي، لان اذا بدك تعلق لي مره ثانيه انه اللعبه صعبه بدي اخليها. المهم البوس الثاني كان بدي فكره له، ما كان عندي اي فكره، فيا رحت استعنت بشخص ثاني اسطوري يحكي لي عنه. انا اسمي البوس ناجر. وات هذا بوس عيال وصار اسمه ناجر. يب اسمه ناجر، الاسم ما هو كثير. المهم انه هذا هو الوحش، حرفيا قتاله جدا صعب، مستحيل تتفادى اي ضربه منه. يا اسطى انت مش ملاحظ ان الاسم تافه؟ مو انا اللي جبت فكره الاسم. انت مش ملاحظ ان الاسم تافه؟ مو انا اللي جبت فكره الاسم تافه. بعدين كان عندي هيك فكرة تانية اني اعمل وحش بيضرب عليك حجار واسمه جولم او هيك. فيا هالمرة ما حستعين باي حدا يعطيني الاسم، حسمي هذا الوحش جولم، حخليه يضرب عليك صخور وبوم هذا هو قدامك عم يضرب عليك صخور وبيرسمن بالليلة الرابعة الثانية. البوسات بيجوك بشكل عشوائي خلال الليلات وانت لازم تقتلهم، تاخذ منهم دارك ماتر وتشغل فيهم البورتل وتروح العالم الثاني. ولما تروح العالم الثاني فكر انه انت خلصت هيك رح تقتل جيمس. لا يا حبيبي، حتروح تقتل نفس الوحوش بس النسخة النارية منهم اوكي. بس اونيكس اللعبة هيك جدا صعبة يعني ما بنقدر. المهم لما تروح العالم الثاني في عندك اور جديد ضفته، الاور هذا اسمه كونز، هذا اقوى اور في اللعبه، بتقدر تعمل منه بكاكس واكس وسهم، السهم هذا بيضرب مرتين فهذا اقوى سهم في اللعبه. وثواني ثواني ثواني، الوحوش الثلاثه اللي انت حترسمها بالعالم الثاني وتقتلها مو المفروض تكون اخر وحوش؟ لا هاي كمان مو اخر وحوش، لا 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 انت مطول لا تخلص اللعبه. الوحوش هاي اللي في العالم الثاني لما تقتلها حتنزل لك ايتم جديد واسمه ابيس ماتر، مثل دارك ماتر لكن لونه برتقالي. وثواني هاي الابيس تيبل شو ممكن تعمل؟ اوكي هلا راح اشرح لك بفيديو بسيط الابيس تيبل لما تبنيها شو ممكن تعمل. هاي اللي في ايدي بالغلط بالغلط رسمنتو. يب رسمنت لي جيمس، والمشكله انه بالغلط انا ما كان بدي رسمه وفجاه طلع لي جيمس وقتلنا من تحت الارض. بعدين قعدت اصلح جلتشات واضيف شغلات مثل انه لما حدا يدخل الجيم يطلع من الجيم يكتب انه دخل وطلع من الجيم، وخليت انه لما تاخذ ايتم ينزل تحت بالهوت بار تبعك على طول، وكان في جلتش انه لما تلزق بالشي ما يتكسر فهلا صار يتكسر. وزمان كان لما تكسر اي حجر ينزل نفس اللون، هلا صار كل حجر ينزل لونه الخاص. وقت النهار صار اطول ووقت الليل صار اقل، صار في اتشيفمنتس باللعبه كتار. ثواني هدول هلا بعملكم انتروديوسينج عليهم. اضفت كاتيجوري بالانفنتوري، يعني بتقدر تروح الايتيمز والتولز والبيلدينجز، يعني بتقدر تختار الشيء اللي انت بدك اياه. كان زمان مفروض تنزل بلست اطول من حياتي عشان تلاقي الشيء اللي بدك تعمل كرافت. بعدين الاتشيفمنتس، انا احكي لك انه هذا شيء انا متحمس احكي لك عنه. اول اتشيفمنت عندك مغص، بحكي لك انه معدتك عم توجعك، اول ما تفتح مغص حيجي لك هذا الاتشيفمنت. عندك هذا الاتشيفمنت الثاني اللي اسمه جيجا تشات، تحكي لي هذا كيف ممكن يجيك؟ بدك تروح العالم الثاني، العالم الثاني اسمه الابيس، لما تروح بيحكي لك سمكسي مان. يب لا تسألني ليش. عندك اتشيفمنت حريمه لما تموت لاول مره في اللعبه، ترى هاي مسحه والله. عندك اتشيفمنت نو بيتشز، هذا بيجيك لما تلعب لحالك لمده ليله واحده. وعندك احلى اتشيفمنت صراحه بالنسبه لي اللي اسمه جيمس. يب هذا لما ترسلن جيمس الهليكوبتر بيجيك الاتشيفمنت، وصراحه جدا اسطوري الاتشيفمنت. ولا تسبوني اذا جيمس قتلكم اوكي، لانه جيمس. وهي كانت الاتشيفمنتس وهي كانت اللعبه وهذا كان الابديت. بس ثواني في شيء ناقص اللعبه صح؟ اللعبه ظابطه وكل شيء وحلوه لكن ما في تريلر للعبه. فرحت اتصلت على مستر جامر وقناته تحت الديسكربشن، اتصلت عليه هو بنص الشارع وحكيت له يو تعال نصور تريلر، وصورنا تريلر بوقتها وهي قدامكم لقطة منه. اليوم كاكتوس جيم، مصنعين كاكتوس جيم مسوين لعبة ايش اسمه؟ لعبة مغص. يعني حماس مرة تعرف يعني مغص والله مغص. وهون انا كنت محتاج اغاني للعبه، فبتعرفوا شو عملت صح؟ يو بير موسب بدي اياك تعمل لي اغاني للعبتي الجديده. بس انا ما عندي وقت، انا في اجازه حاليا وما رح بعتك هلا كل معلومات على الخاص وان شاء الله بتكون مخلصها اوكي. يلا سلام. يا انه هالانسان طيب عن جد. واخيرا وليس اخرا راي الناس عن اللعبه، فشو رايك باللعبه؟ صراحه حرفيا هذه أسوأ لعبه لعبتها بحياتي، الجرافيك سيء، الجيم سيء على كل حال. يلا ارجع يا اديب، شو حكيت لي كيف كان رايك باللعبه؟ حلو حلو كثير حملوها. عندي لكم تحدي لمغص، اللي بيقدر ينزل فيديو ويخلص اللعبه وينزله على اليوتيوب هذا الانسان راح اروح مو بس اعلق له، راح احط المقطع تبعه بشات مغص بسيرفر الديسكورد. واذا عم تسال شو سيرفر الديسكورد، هو مكان مجتمع فيه الكوميونتي تبعي وانا بكون فيه هناك دائما حرفيا تقريبا. اذا بدك تحكي معي حرفيا نسبه اني احكي معك فوق 90%، فادخل سيرفر الديسكورد تحت لاي ديسكربشن. اذا بدك تلعب مع ناس مغص روح هذا الروم اللي قدامك احكي لهم يو تعالوا لعبوا مغص معي، حتى الناس جاي تلعب معك مغص. رابط اللعبه تحت بالديسكربشن. ما اتوقع انه في لها تحديث تاني هاي الفتره، واحنا بنشوف طبعا شو ممكن يصير. بس هذا كان عندي بهذا المقطع. المنتهى الصعب. Peace.